مرحباً، أهلاً وسهلاً بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج فعاليات. والآن إلى فندق ريتز كارلتون أبوظبي لنتابع وقائع المؤتمر الذي أعلن من خلاله نادي سقاري الإمارات عن برنامج فعاليات معرض الصيد والفروسية 2019. المعرض السنة هذه راح يقام كالعادة في مركز أبوظبي للمعارض. إن شاء الله السنة نحن راح يكون المساحة أكبر. طبعاً الشعار هو يتكلم عن الصيد المستدام. نحاول أن نلخص في هذا المعرض جهود دولة الإمارات في المحافظة على البيئة والطبيعة، المشاريع اللي قامتها دولة الإمارات إن كان في دولة الإمارات أو خارجها فيما يخص هذه المشاريع، الدعم العالمي اللي تقدمه مختلف الصناديق البيئية والمحافظة على الطبيعة لدولة الإمارات، جهود الله يطول عمر الشيخ محمد بن زايد كان عن طريق صندوق الدول للحفاظ على الحبارة أو عن طريق صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الأنواع أو صندوق محمد بن زايد للجوارح. كل هذه الصناديق تقدم دعم ولها مشاريع كثيرة على مستوى العالم، تقريبا في كل قارات العالم هذه الصناديق لها مشاريع، فنحن نحاول نبرز هذه للمحافظة على الطبيعة واستدامتها. طبعا في فعاليات كثير للأطفال عاملين السنة، شركات العارضة مثلا راح تعمل تعليم استخدام السلاح، في بعض الشركات راح تعمل استخدام الأقواس فروسية، أيضا السلق السلوقي، تعليم الصقارة، فكثير من الأنشطة راح تكون إن شاء الله موجودة في المعرض. معرض أبوظبي للصيد والفروسية يهدف إلى الحفاظ على الموروث الثقافي لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مجموعة من البرامج والأنشطة الثقافية والتراثية اللي تعزز من مبادئ الصيد والفروسية، وكذلك منصة تجمع كبريات الشركات على أرض واحدة هي أرض دولة الإمارات العربية المتحدة لتبادل المعرفة والتجدد والتواصل وبناء العلاقات فيما يثمر في خدمة الاقتصاد المحلي والعالمي. نتوقع أن توصل عدد المشاركات إلى أكثر من 400 عارض. عملت إدارة اللجنة العليا المنظمة على جولات كثيرة لاستقطاب العديد من الشركات الجديدة، الحمد لله والشكر وصلنا إلى 157 عارض وشركة جديدة في المعرض في السنة. في مشاركة كبيرة من الشركات المحلية الناشئة، اللي هو هدف المعرض أنه كيفية يكون هو منصة لالتقاء الشركات العالمية مع الشركات المحلية لتنمية قطاع الاقتصاد وريادة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة. اللي لا يعرف ماضي لا يمكن يعرف الحاضر اللي هو فيه، ولا يعرف المستقبل اللي هو فيه. هي دور وزارة الداخلية كسلطة ترخيص في إصدار رخص السلاح، فترخيص اقتناء السلاح لمن هم 21 سنة فما أعلى يستطيع اقتناء 3 قطع أسلحة، سكتون والشوزن والمسدس 9 ملي فما دون. ممكن يحصل على الابليكيشن طلب من خلال ابليكيشن وزارة الداخلية أو القيادة العامة لشرطة أبوظبي أو من خلال الموقع الإلكتروني، فيقد يتقدم بالطلب ويحصل على الموافقة مباشرة من الأبليكيشن. أي جنسية يستطيع الحصول على سلاح بموافقة دولته من خلال السفارة الموجودة في الدولة أو سلطات الترخيص. نون
ننتقل إلى مسرح دبي الوطني وتقرير حول دورة التمثيل السينمائي المتقدمة. كل التفاصيل نتابعها سوياً. أهم استراتيجية عندي حالياً أني أخلق جيل أو صف ثاني من الفنانين والمبدعين يكونوا في الساحة الثقافية الإماراتية بشكل عام. هاي الدورة فيها نوع من المقارنة بالنسبة للشباب اللي داخلين الورشة. المقارنة بين الورشة أو التمثيل المسرحي والتمثيل السينمائي. يعني في استكمال، في استرسال بالنسبة للورش عندنا. فنفس الدفعة خذوا ورشة في التمثيل المسرحي والآن يأخذون ورشة في التمثيل السينمائي. على أساس أن الرؤية تكون واضحة عندهم. الفرق بين الوقوف على يعني المنصة أو على الستيج في المسرح وأمام الكاميرا. محاور هاي الورشة بتكون في تعريف الطالب كيف يوقف قدام الكاميرا السينمائية وكيف يقدر أني أدي بطريقة فيها احتراف شوي بالنسبة للمجال السينمائي. طبعاً أنا أنت عارف إن إحنا مسرح، فمعظم الممثلين هني جايين كلهم من مسرح، فأنا أبغى أعطيهم كيف يقدر يمثل قدام الآلة التصوير السينمائية بدون ما يكون أوفر. وأنت عارف إن التمثيل السينمائي هو تمثيل حس داخلي أكثر ما يكون هو يعني أن يظهر أحاسيسه بمبالغة نفس المسرح. يعني أنا طالب منهم واجب مبارح أن كل واحد يقول لي عن موقف حزين تعرض له. هذا النوع من التمرين يعطي نوع من الجرأة أن كل ما وقف قدام مجموعة من البشر على أساس هيئة أنا بعدين أن يوم بيوقف قدام آلة التصوير بالكاست الكبير اللي بيكون وراء هاي الآلة ما يكون عنده هذا الارتباك، يفصل بين المكان اللي هو موجود فيه، يعيش الدور، يعيش الحالة، يعيش الشخصية اللي هو جسده. طالحين ان احنا نعمل تطعيم بالنسبة للجيل الجديد مع الجيل القديم الموجود في المسرح بعمل ان شاء الله سينمائي طويل. أهمية وجود ورش متخصصة في التمثيل السينمائي ترجع لأن فعليا ما عندنا دراسة للتمثيل السينمائي، ويطلب يتطلب الموضوع لأي شخص حابب أنه يخوض تجربة التمثيل السينمائي أنه يعتمد على تجارب شخصية أو بدون دراسة أكاديمية. هذه الورش تختصر عليك كممثل الكثير وتعيش أيضا في مود مع مجموعة عندهم نفس الحب نفس الشغف، تتشاركون مع بعض، تشوفون طاقات بعض، تشوفون تجربة بعض، فهذا أيضا يخلق حالة من التنافس، حالة من الرغبة في كل واحد يثبت وجوده بشكل أفضل. تعلمنا الكثير والله، بس أبرزها الوقفة، الجرأة، كيف الإنسان اليوم يتقمص الشخصية أساس أنه يؤدي يوصل رسالته بشكل صحيح للجمهور. هذا أبرز شيء نحن تعلمناه اليوم من خلال المخرج خالد علي. سجلت في دورة التمثيل السينمائي في الورشة عشان أشوف الفرق بين المسرح، لأن أنا خرجت مسرح دبي الوطني وحابة أشوف الفرق بين المسرح والسينما. دعونا نقوم بالإطلال على العرض المميز لفرقة سما للمسرح الراقص الذي قدم على خشبة مسرح مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي. اسم الفرقة سما، سما المسرح الراقص. العرض اسمه أنصاف، كمان كلمة عربية. العرض بيحكي عن المتوسطون، بيسكلي عن الأشخاص اللي بياخدوا أمكنة بالمجتمع هنن ما بيستحقوها.
وعلى كافة الأصعدة، على الصعيد ممكن يكون ثقافة، على صعيد الأرض المجتمع، الحياة الطبيعية بين البشر. هن دائما أشخاص فينا نقول إنه بيتسلقوا على أشخاص آخرين لحتى يوصلوا ل positions أو مواقع هن ما بيستحقوها. المصمم مستوحى فكرة العرض من كتاب للكاتب الكندي ألين دونولد اللي بيحكي عن المتوسطون، الأفريج، الأشخاص اللي هن متوسطون بيسكلي بالمجتمع. العرض هو افتتاح أول مرة اليوم وبكرة، عرض أول ومدته 50 دقيقة. هو عرض مسرحي راقص، رقص معاصر contemporary dance. حيكون فيه مشاهد، حيكون فيه مزيج من أنواع رقصات مختلفة كمان. Tonight's performance is a little bit of a sneak preview for our 5th anniversary season for the Arts Center. And I think as we've reached this milestone, a lot of the artists that we presented have been coming in from all over the world. And we realized that one of the things that we really wanted to start doing was emphasizing artists who are based right here in the UAE. Well, I think that that Sima has a very a really energetic and really powerful emotional core. I think the philosophical approach to the work is really there. I think he's really thought a lot about what this idea of mediocrity means from an artistic standpoint, from a social standpoint, from a political standpoint. بدأت سما بال 2010-2011. صراحة كل حدا بيدور على مكان يلاقي نفسه فيه يساعده بتوظيف مهاراته وموهبته بالمكان الصح الطريق الصح. سما المكان الوحيد اللي خلاني وصل لهون. الرأس هو بشكل عام غير مقيد، تكوني فيه على المسرح خصوصا الرأس المعاصر بيخليكي أكتر تكوني حرية بالمكان اللي انت فيه، موجودة بال الطاقة اللي عم تتبادليها مع الجمهور بدون أي قيد، بدون أي شيء بيحجزك. I joined Sima 2 years ago. I was when I moved to Dubai, I was searching a place where I can continue to develop my skills in contemporary dance. And I was recommended to go to Sima Performing Arts School, and actually it was a laugh from the first minute. When you enter, you see the professionalism with what the technical class was made, the beauty in choreo, and like the passion of the teachers. If you want to feel us more, like it starts at the backstage when it's everything about to start and we're just talking, like usually it's the most nervous moment for all of us. The first minute you enter the stage, and after this you basically just vanish inside the performance. Because inside it we have a chance to live so many different personalities, different lives, emotions coming through very powerful, aggressive to hopeless, powerless, like when you feeling like you're not able to change anything, and it's like a big opportunity for you to live different lives in such a short period. تقريرنا التالي حول مخيم مكتبات الشارقة الذي يتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات التعليمية والترفيهية التي تستهدف الأطفال. نحن بنعلم الأطفال عن روبوتكس بشكل عام، شو تعريفها، كيف ممكن يبرمجوا الروبوتات، كيف ممكن يتحكموا فيها، يفهموا قطع الروبوتس ويحاولوا يبتكروا من عندهم ويكملوا أنواع من التشالنجز اللي نحن بنعطيهم إياها. في ورشة الروبوتكس
بننمي حل المشاكل، كيف ممكن الطالب يفكر بطريقة هندسية عن المشكلة، الحل والطريقة للوصول إلى الحل من خلال برنامج خاص يتحكم بالروبوت ويحل مشاكل معينة بيقدر الروبوت يتغلب عليها بخطوات معينة ودقيقة. هذه الورشة هي من ضمن مخيم سيف المكتبات، ثقافة، ابتكار وتصميم. تعلمت في ورشة الروبوتات عن 3 أشياء مهمة في الروبوت. أول شيء هو المحركات، بعدها الشريحة الذكية، بعدها السنسور. تعلمت في ورشة الروبوتات عن 3 أشياء مهمة في الروبوت، عن المحركات والشريحة الذكية والسنسور كمان. تعلمت في ورشة الروبوتات إنه الروبوت له 3 مكونات، هو الموتور والشريحة الذكية والبروسيسور. وكمان يعني هي الورشة كتير حلوة، تعلمنا إنه كيف نبرمج وكيف نحرك الروبوت وكيف نغير اتجاهها وكيف يلف حوالين نفسه وهيك يعني. وكتير حلو البرمجة لأنه فيه يعني أشياء فيزيكس وفيزياء وهيك، فهي بده يعني تفكير، وفيه كمان في يعني في كمان مجال العلمي وهيك، فيعني لازم تخلي الروبوت كيف يتحرك، كيف يعني كيف تخليه يميل، كيف تخليه يشعر اذا في حط قدامه، كيف يعني كيف يحس وهيك، مثل هو كأنه انسان آلي بس له شرائح وهيك يعني. دعونا نقوم بالإطلالة على مخيم مفوضية مرشدات الشارقة الذي يقام سنوياً خلال فترة الصيف، لنتابع التفاصيل سوياً في هذا التقرير. مفوضية مرشدات الشارقة مخيم الصيفي 2019، المحور العام له كان تمكين الفتيات، يعني جعلهن أقوى في مجالات مختلفة. حاولنا خلال فترة التنظيم أنه يكون فريد من نوعه من حيث نوعية وجودة وتنوع البرامج المقدمة. المخيم هو عبارة عن أسبوعين، الأسبوع الأول من تاريخ 18 إلى تاريخ 22 كان لفئة المرشدات والمرشدات المتقدمات، الأسبوع الثاني إن شاء الله الأسبوع القادم حيكون من تاريخ 25 إلى تاريخ 29 لفئة الزهرات. الأسبوع الأول حيكون مغطي مثل ما حكيت لكم لمجموعة من المهارات الحياتية والاجتماعية والأكاديمية، حيتعلموا في برنامج عالم التشريح الافتراضي كيفية عمل أجهزة الجسم المختلفة، محاكاتها من خلال تصميم أجهزة بسيطة ومن خلال يعني استخدام مواد بسيطة. البرنامج الثاني اللي حيكون لفئة المرشدات هو برنامج الشراع الحديث، يعني حيتعلموا من خلاله مجموعة من الرياضات المائية مثل ركوب القوارب الشراعية، حيكون إن شاء الله في نادي الحمرية. البرنامج الثالث هو برنامج خاص بفئة المرشدات المتقدمات، دورة في التصميم الداخلي. هاي دورة التصميم الداخلي حيتعلموا فيها درجات الألوان المختلفة، كيفية تنسيقها مع بعض، بالإضافة لا تنسيق قطع الأثاث المختلفة. الأسبوع القادم إن شاء الله حيكون أيضا لفئة الزهرات 3 برامج. البرنامج الأول اصنع روبوتك، من خلال هذا البرنامج حتتمكن كل فتاة من تعلم البرمجة والترميز، حتتمكن كل فتاة أيضا من تصميم روبوتها الخاص فيها. البرنامج الثاني اللي هو الذكاء الاصطناعي، حيتمكنوا من خلال هذا البرنامج من التعرف على مفهوم الذكاء الاصطناعي، كيفية استخدامه في حياتهم اليومية. البرنامج الثالث أيضا حيكون مصدر الإلهام، مجموعة من التحديات، من خلال هذه التحديات تتمكن كل فتاة من تصميم مستقبلها الخاص من خلال زيادة ثقتها بنفسها وأيضا تعلم المهارات الحياتية والاجتماعية المختلفة. العدد في الأسبوع الأول بحدود 40 مشتركة، الأسبوع القادم إن شاء الله بيكون بحدود 80، يعني بحدود 120 زهرة ومرشدة. اليوم معنا مع ورشة التصميم الداخلي للبنات، عم علمهم كل شيء تصميم
داخلي من أول شيء على الخلفية، يعني كل ما يختص الديزاين. تاني شيء عم نحكي عن الفرش والألوان، وثالث شيء أهم قصص عم بحكي لهم فيهم هن الأكسسوريز، شو ممكن يستعملوا مثلا مثل أكسسوار، ممكن تكون الشتلة البلانتس هن كايند أوف أكسسوريز بقلب البيت أو عن اللوحات. فاليوم عم يشتغلوا على غرفة النوم، عم نحكي عن اللون، كل لون شو بيناسب الغرفة، أول شيء هن شو بيحبوا، بعدين رح أشرح لهم شو هن الرولز والقوانين إذا بدك للإنتيريور ديزاين اللي بيستعملوها خاصة لغرفة النوم. وهدفنا من الورشة العمل انه يطلعوا يقدروا على القليل يحسوا حالهم قادرين يغيروا غرفتهم، يعني هي عملية اكثر يعني من ما هي تيوريز، معلومات كمان عم بعطيهم جنرال سريعة. تعلمت في ورشة التصميم الداخلي في البداية ان في 3 أشياء ضرورية للغرفة، اللي هي المخطط الأساسي، وبعدين الأثاث، وآخر شيء الديكوريشن. وتعلمنا البارحة كيف نلون بالسوفت باستيل كولرز، واليوم بالواتر كولرينج. تعلمنا كيفية استخدام الألوان المناسبة للغرفة، كيف نختار الألوان اللي بتليق على بعض، وكيف وين نحط الأثاث والأشياء المكملة للغرفة، الزينة والسوالف. إلى متحف رأس الخيمة الوطني، حيث يقام حالياً المعسكر الصيفي 2019 تحت عنوان قائدنا مثمر. يعتبر المعسكر الصيفي قائدنا مثمر، والذي يأتي بمبادرة من دائرة الآثار المتاحف رأس الخيمة ومتحف رأس الخيمة الوطني في نسخته الأولى، بهدف نشر الوعي والثقافة للأجيال القادمة بأهمية التراث والتاريخ وما يتصل بهذه الأرض الطيبة من أصالة ومن تاريخ. نحن من خلال هذا المخيم استقبلنا عدد من الطلاب وطالبات المدارس بفئات عمرية مختلفة. إن شاء الله من خلال هذا المعسكر راح يقوم الطلاب بممارسة العديد من الأنشطة، منها أنشطة تعريفية بأهمية التراث والآثار، من خلال أيضا عمليات التنقيب اللي راح يقوم بها الطلاب، أيضا من خلال الورش الداخلية التعليمية والتثقيفية. أيضا راح تكون هناك زيارات مختلفة لعدد من المواقع التراثية والأثرية في إمارة رأس الخيمة. أيضا من أهم الورش اللي طلع عليها الطلاب خلال فترة المعسكر اللي هي ورشة الغوص، يتعلم من خلالها الطالب بهذه الحرفة اللي كانت تمارس من قبل الآباء والأجداد، وكيفية المعاناة اللي عاناها الأجداد سابقا في عمليات الغوص، في عمليات الرحلات البحرية للغوص، و كيف كانت هذه هي تجارة رائجة في المنطقة قبل اندثارها في الفترات الأخيرة. من خلال هذا المعسكر إن شاء الله نطمح أن يكون هناك في مشاركة كبيرة خلال السنوات القادمة، ونجاحات كبيرة إن شاء الله لهذا المعسكر، ومشاركة أيضا من مختلف الجهات والمؤسسات التعليمية.
قريباً يمكنكم المشاركة فيه. مسابقة يا سلام للمواهب الناشئة 2019 في ميدان دو جزيرة ياس أبوظبي. أسبوع أبوظبي للتحدي 2019 في العاصمة الإماراتية أبوظبي. معرض أبوظبي للرياضة واللياقة 2019 في قاعة دو جزيرة ياس أبوظبي. عرض تورندوت في دبي أوبرا. برنامج قبلت التحدي في مركز سجايا فتيات الشارقة. معرض عجمان للطوابع والعمولات في فندق فيرمونت عجمان. إلى هنا نصل إلى نهاية حلقتنا، شكراً على حسن المتابعة وإلى اللقاء.